سافو لو كو، سافو لا بين، يعني تستحق، تستاهل. عبارة إيجابية ممكن توظفها في الحياة اليومية، وكذلك ممكن توظفها في جميع لي سيتياسيون ديالك، وعقل عليها. اي فوالا، سي بارتي. سافو لا بين، سافو لو كو، سافو لو كو. هذه تعابير فرنسية جد متداولة في الحياة العامة، المعنى ديالها مثلا تنقولوا شي حاجة تتستاهل، تتستحق. فوالا، سافو لا بين و سافو لو كو. خصوصا هاد سافو لا بين يعني راهما عندهم نفس المعنى تقريبا، يعني سافو لا بين يعني تنقولوا يعني هاد المسألة تتستحق انك تعذب عليها وتجتهد باش توصل ليها. سافو لو كو تنستعملوها خصوصا في شي حاجه اللي نخسروا فيها الفلوس مثلا، يعني تتقول مثلا شي حاجه غاليه مي سافو لو كو، تستحق انك تخسر عليها الفلوس وتشريها او تسافر لواحد تسافر لها، او المهم واحد الحاجه اللي تستحق انك تخسر عليها الفلوس. فوالا، يعني هنا كما قلنا سافو لا بين يعني تستحق انك تعذب عليها، تبذل عليها واحد المجهود. لا بين وهو التعب والعناء. فوالا، بالعربيه نقول انه يستحق كل هذا العناء. فوالا، هذا هو التعبير المقابل لهذا سافو لا بين، يعني او بيان سافو اي سافو لو كو. نشوفوا هنايا لو فيرب فالوار، يعني سافو فو فو، وهي جايه من لو فيرب فالوار، اي نو رونفوا ا لا نوسيون دو فالور financière ou morale. يعني هذا لو فيرب فالوار يعني فعل فالوار نو رونفوا يحيلنا، نو رونفوا ا لا نوسيون، يحيلنا لمفهوم القيمه، يحيلنا لمفهوم لا نوسيون كما قلنا لا نوسيون دو فالور، يعني يحيلنا الى مفهوم القيمه الماديه او المعنويه. فوالا، يعني شي حاجه عندها واحد لا فالور سواء ماديه او معنويه. تنقولوا اون شوز كي فو لو كو ا دونك اون سيرتان فالور ريال او سيمبوليك اي ميريت كون سي انتيريس. يعني راه هما عندهم نفس المعنى، يعني تقريبا نفس المعنى، سافو لا بين اي سافو لو كو. يعني كما قلنا اون شوز كي فو لو كو، يعني شيء كي فو لو كو، يعني شي حاجه اللي عندها واحد تستاهل، يعني كي فو لو كو ا دونك اون سيرتان فالور، عندها واحد القيمه غيال حقيقيه او رمزيه. اي ميريت كون سي انتيريس، كون سي انتيريس يعني تستحق اننا نجتهدوا باش نوصلوا ليها، سواء نبذلوا مجهود او نخسروا الفلوس باش نوصلوا ليها. مثال سافو لا بين دو ريغاردي سو فيلم، سافو لا بين دو ريغاردي سو فيلم. نقدروا هنا نقولوا حتى سافو لو كو دو ريغاردي سو فيلم، يعني هذا الفيلم تيستحق مثلا، واخا هو طويل بزاف او هادي او صعيب شويه باش تفهمو، ولكن سافو لا بين دو ريغاردي سو فيلم، يعني ولكن تيستحق انك تشوف هذا الفيلم، يعني راه مهم. فوالا، نقدروا نقولوا مثلا سافو لا بين دو ليغ سو رومون، مثلا تتعطي لصاحبك، تتعطي واحد لو رومون، فوالا ان رومون، واحد الروايه، واحد القصه وهي كبيره شويه طويله، تيقول لك لا ما فياش، يعني لو رومون طويل بزاف ما يمكنليش نقراه. غادي تقول ليه انت سافو لا بين دو ليغ سو رومون، سافو لو كو دو ليغ سو رومون، هاد الروايه تستحق انك تقراها وتعاود تقراها. فوالا، هنا فين تستعملوا هاد التعبير سافو لا بين اي سافو لو كو. فوالا، يعني خصوصا من تنقولوا سافو لو كو، يعني شي حاجه اللي تستحق انك تشريها. فوالا، سافو لا بين يعني تستحق انك شي حاجه اللي تعذب عليها باش توصل ليها. سافو لا بين ديميغري، سافو لا بين ديميغري، شي واحد مثلا تيبغي يسافر مثلا، يهاجر لواحد البلد وتيبقى يقول لا، تلقى واحد الاعذار، تلقى الاعذار، تيقول لك لا والغربه والبرد والبعد، ولكن تقول له مي سافو لا بين، سافو لا بين ديميغري،
سافو لا بين ديميغري، يعني هاد الهجرة أو هاد يعني أنك تهاجر البلد ديالك سافو لا بين، يعني يعني تستحق أنك تهرب وتبذل هاد المجهود وهاد الهجرة تستحق يعني هاد العناء، خصوصا يعني تهاجر لواحد البلد باش تخدم باش تجمع راسك فوالا. كذلك سافو لا بين دو فواياجي، سافو لا بين دو فواياجي يعني تيبان لك مثلا واحد السفر صعيب وفيه واحد المخاطر، ولكن سافو لا بين، سافو لا بين يعني هذا السفر يعني تيستحق وتيستاهل انك تعذب باش تسافر هذا السفر هذا. فوالا مثلا غادي نقولوا مثلا انسان الحج مثلا، يعني الحج يعني في واحد يعني واحد المجهود، مي سافو لا بين، سافو لا بين تيستاهل وتيستحق انك تمشي تحج. فوالا جو بونس كو سافو لا بين دالي فيريفيي، جو بونس كو سافو لا بين دالي فيريفيي. هنا ما يمكنناش نقولوا سافو لو كو، ولكن غادي تجي هنا سافو لا بين، اظن ان الامر يستحق الذهاب الى هناك لمعرفه ذلك. فوالا سافو لا بين يعني هذا الامر يستحق التعب باش نمشي نقلب او نمشي نفيريفي يعني نبحث في هذا الامر هذا. سافو لا بين ديسيي، سافو لا بين ديسيي. شي واحد مثلا تيبغي يبدا في شي مشروع وتجي القضيه صعيبه وخاصو يتعلم وخاصو يحط شويه الفلوس بطبيعه الحال، يعني انت غادي تقول ليه سافو لا بين ديسيي، سافو لا بين يعني هاد الامر هذا تيستحق انك تحاول، يعني الامر يستحق المحاوله. فوالا يعني الامر يستحق المحاولة، سافو لا بين ديسيي، يعني خاصك يعني كما تنقولوا اون فرونسي كي نو تونت ريان ا ريان، يعني اللي ما تيدير والو راه ما عنده والو، يعني اللي ما تيجرب حتى شي حاجة راه ما عنده حتى شي حاجة. فوالا يعني سافو لا بين ديسيي، واخا غادي تخسر الفلوس واخا غادي تخسر شوية الوقت، ولكن سافو لا بين ديسيي، يعني راه هذا الأمر هذا تيستحق، يا نجح لك راه غادي تمشي بعيد. فوالا هذا هو المعنى، يعني سافو لا بين دو بروندغ لو ريسك، سافو لا بين دو بروندغ لو ريسك، يعني الامر يستحق المخاطره. وهذه مساله المخاطره كاينه في جميع، يعني سواء في الهجره او في السفر او في انك تبدا واحد المشروع او واحد الدراسه او اي حاجه راه فيها واحد النوع من المخاطره، تتخاطر بشويه الفلوس ديالك بشويه الوقت ديالك، مي سافو لا بين دو بروندغ لو ريسك.